الان غنوصلوا معكم لواحد الطاجين مدربل. الطاجين مدربل غوز هي اصلها من فاس، والناس ديال فاس طبعا ككل المدن المغربيه في الحقيقه العتيقه هناك واحد العادات والتقاليد في تحضير الطاجين المغربي، وهذا الطاجين بحال الا انتينا عدتي فيه النظر يعني ضفتي له الجديد. الطاجين مدربل المكونات ديالو هو اللحم زائد البدنجال وماطيشه، هادو الاساسيات. حنا غنشوفوا اليوم كيفاش غتقدموا لنا. ايوا هو طاجين مدربل، ما انا حلقت عليه ما خليته شيء مدربل، انا درنا فيه واحد شويش ديال الزاز الوغ الحيمات كان انا غادي نحاول نختصر عليكم. الا كنا مزروبين نصبوا في الكوكوت مبدئيا، ما نصبوا شيء في الطاجين. وعلى هذا القبال ولينا ديما مزروبين. لا ولكن ديما السيدة اللي كتشتغل، السيدة اللي كتصيفط لوليدات المدرسة، حنا ناخذوا جميع الظروف بعين الاعتبار. اكيد. المهم كنديروا الحيمات في الكوكوت، غادي نصبوا نزيدوا عليها البصلة نصيب العادي، ولكن واحد لاستيس هنايا اللي غادي نقولوا لكم. الوغ هذه كاينة في النصيب الفاسي، الوغ الناس الفاسة ديال الناس اللي تيعرفوا النصيب الفاسي، دونك تنعملوا واحد جوج معلقات كبار ديال الماء في الكوكوط او لا في الطنجره اللي غنطيبوا فيها باش ما كتحرقش ديك العطريه، يعني باش منين نديروا ديك المعلقه البزار مثلا منها الكوكوط راه كتحرق، الذوق ديالها تيتبدل، حتى الطعم ديال الماكله ما غايجيش كيف ما بغينا. دونك غنديروا واحد جوج معلقات كبار ديال الماء، غنسلو عليهم ديك الحيمات والبصله، غنبداو نصيب. غنعملوا البزار، السكينجبير، الكركما، هو الخرقوم، والزعفران، والملحة. غنزيد عليهم الزيت العادية، الزيت نباتية. غنشحروا ديك الحيمات مع هاد العطرية مزيان تشرب ديك الحيمة هاد العطرية، وهذا من بعد كنمرقوا وكنشدوا عليها في الكوكوط تطيب. نص طيبة كنقلبها انا في الطاجين، كندير ديك الحيمة تكمل طيب في الطاجين علين طيبة، غادي ننزلها في الطاجين هي والمرقة ديالها، نغطي عليها نخليها تكمل طيب، غندوز للبدنجال. البدنجال تنقطعو على الطول رقيق، واحد ورا باين في الفيديو كيفاش عملت له. المهم تنقطعوه على الطول، يعني بدنجاله كتخليها بالقشره ديالها، بالقشره ديالها، وما كتقطعهاش بالعرض على الطول، على الطول شرائح، شرائح على الطول. تكون رقيقة الشرائح؟ رقيقة السمك ديالها يكون رقيق، السمك ديالها يكون رقيق. إلا بغينا نستعملوا لاموندولين نستعملوها، مي أنا درت غير سكين، يعني إلا عندك سكين كتعرف تقطع راه تقطعهم. إيه. هاد الشرائح شنو خاصها دير لها السيدة؟ تقليها، نقليوها في الزيت أولا، ندهنوها بالبانسو وندخلوها الفران اللي ما كيبغيش يقلي في الزيت، وكنعرفوا البدنجال راه سبونجيو راه كيشرب الزيت بزاف، دونك باش ما يشربناش الزيت بزاف وحنا تنقليوه، غناخدو ديك لا ترونش ديال البدنجالة غنديرها من هنا ومن هنا في الماء، حتى بيصل الماء قدامي، وعاد غنقليها، ما كتشربش الزيت، يعني الزيت كيف ما كنبداوه كنصيبو لا ميم كونتيتي. وحنا قلنا الا ما بغينا نتفاداو المقله والزيت ندهنوهم بالبانسو مع رشاشه الملحه ما نساوهاش، وندخلهم الفران. ها البدنجال موجود صافي، ملي دخلناهم الفران نديرو من هاد الجهه ومن هاد الجهه جوج جوايع، دونك ها ها البدنجال موجود. غنوجدوا اللوز، اللوز خصو يكون مقشر ومزولينو القشره فوالا ومقلي، مقلي محمر. كناخذوا البدنجاله تنعملوا فيها لويزات واحد جوج ولا ثلاثه، داكشي اللي كتهز البدنجاله، وتلويوها تنعملوا ديغولي وتنستفوهم في الجناب ديال الحيمات في الطاجين. اييه. كندوزو المطيشه، المطيشه عاد نطيبوها بوحدها، تنقطعوها قطع صغيورين اوندي، وغادي نعمل عليها شويش الزيت، طريقه ديال الثومه اون بودغ، واحد ثلاثه حتى اربعه د العويدات ديال القرنفل. القرنفل كيجي واحد النكهه يا لاله ديال التضخيم الاعلى كتجي مزيمنه رائعه هاد الفكره. راه شوفوا الصوره مره اخرى، غادي تعطيكم فكره كيفاش انه طبعا الطاجين لا يعلى عليه في الطبخ المغربي الاصيل، الطاجين اللي كيجمع الحباب، الطاجين اللي هو طبق العائله بامتياز، والمريقه والخبيز وها كلشي الحمد لله غياكل ويتبنن. فغادي ديروا اللحم الوسط وغادي تزينوا وتدوروا عليه داك التستيفه ديال الشرائح ديال البدنجال
الجبال معمرين باللويزات، وكذلك هذاك المطيشه غادي تحطوها على الوجه وغادي ترش عليها هذاك الشيء اللي رشيتي عليها على الوجه، ورقات ديال المعدنوس. وهذيك مطيشه كتقليها مزيان، تنقليوها حتى كتوقف عاد كنزلوها على الطاجين. وبصحه والراحه هذا الطاجين كتخليوه كيتكتك مازال شويه فوق العافيه وكتقدموه. تنقدموه تيجي غزال، تيجي زوين ما نشبعوش منه.